السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني المتوسط مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برمية. اليوم الدرس تابع التمثيل بالصندوق وطرفيه. خلي بالك زي الدرس اللي احنا خدناه أمس الحصة اللي فاتت. ها الصندوق اهو بيرمز ليه؟ الطرف ده اسمه الربيع الأعلى اللي احنا خدناه وعرفنا ازاي نجيبه وازاي نجيب الوسيط اللي احنا بنقسم ايه؟ الاثنين المتوسط بنجمعهم ونقسمهم على اثنين وجبنا الربيع الادنى. يبقى الطرف ده الربيع الاعلى، الربيع الادنى الوسيط. بيقول يظهر من الرسم البيانات بين الوسيط والربيع الاعلى اكبر من البيانات بين الوسيط والربيع الادنى. يعني الطرف ده اكبر من ده، ده ربع وده ربع وده ربع وده ربع. ليه؟ احنا قلنا الصندوق يقسم البيانات الى اربع اجزاء. ادي ربع، ده بين الربيع الاعلى والقيمه العظمى، والطرف ده بين الربيع الادنى والقيمه الصغرى، والطرف ده بين الوسيط والربيع الاعلى، وهنا بين الوسيط والربيع الادنى. الجزء اللي بين الوسيط او الربع اللي بين الوسيط والربيع الاعلى اكبر من الجزء اللي بين الوسيط والربيع الادنى، معناه ان البيانات اللي هنا اللي بين الاربعه والثمانيه اكثر انتشارا من البيانات اللي بين الربيع الوسيط والربيع الادنى. ومعنى ان الطرف اللي بين الربيع الاعلى والقيمه العظمى اكبر من الطرف اللي بين الربيع الادنى والقيمه الصغرى ان البيانات اللي بين الجزء دوه اكتر انتشارا في البيانات اللي في الجزء دوه. ليه؟ لان الصندوق نقيس به مدى انتشار البيانات. قارن بين بيانات الوسيط، الوسيط اهو خلي بالك معايا هسجل عليه، الوسيط والربيع الاعلى اهو، وبيانات الوسيط والربيع الادنى، يبقى ده الربيع الادنى. ها طيب الجزء ده اكبر ولا الجزء ده؟ طبعا ها البيانات الموجوده بين الوسيط والربيع الأدنى أكثر انتشارا من البيانات الموجودة بين الوسيط والربيع الأعلى، لأن المسافة دي اللي هي بين الوسيط والربيع الأدنى أكبر من المسافة اللي بين الوسيط والربيع الأعلى. المسافة بين الوسيط والربيع الأدنى أكبر من المسافة بين الوسيط والربيع الأعلى، إذن البيانات الموجودة بين الوسيط والربيع الأدنى أكثر انتشاراً من البيانات الموجودة بين الوسيط والربيع الأعلى، وكده عرفنا إزاي نوصف البيانات عن طريق التمثيل بالصندوق وطرفيه. ونفس الكلام هتحل تمرين رقم 5 صفحة 162 كتاب الطالب برضو وصف زي ده، وعرفنا ازاي نجيب الربيع الاعلى والربيع الادنى والوسيط، ها وعرفنا ازاي نجيب القيم المتطرفة، عشان القيم المتطرفة ما بتتوصلش بنعمل عليها نجمة زي كده، دي قيمة متطرفة لا تصل بنهاية الصندوق. وعايزين نراجع الدرس ده كويس، واي استفسار احنا معاكم على منصه مدارس مجمع جيل المستقبل الاهليه برانيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.